زينب أعطيني هالسلاح. هاتي. يلا أمي خلينا نطلع لبرا. يلا أمي يلا تعال. وقفي هون لأشوف. احكي لي زين، بدي أعرف كل شي من البداية. شو علاقتك أنت وأختك بأرجومانت؟ ما ألا علاقة بهالواطي، ما بتعرفه حتى، مجرد بنت صغيرة لساتها بالثانوية وعايشة بأحلامها، شو رح يكون إلها علاقة معه؟ لكن ليش لحقتي لهون وقتلتي؟ شو أنت ما بدك تحكي؟ كان الحلقة الأضعف بهديك العيلة ورح يفيدنا بقضيتنا، مو لصالحنا هالوضع هاد. مثل ما بتعرفي إنه أخو جيهان بيحبه كتير، رح يعتبر إنه قيمته كبيرة، هلأ رح يحاول إنه ينتقم منك. إذا انحبستي كل هالأمور رح تتخربط برا. بتمنى إنه ما يلاحقك، بس بعرف إنه ما رح يتركك بنوب، رح يضل وراكي لحتى يأذيكي. الواطي تسلط على أويا. ليش؟ هو إجا على بيتي، بعدين خدها على أساس إنه هو صديق قديم إلي، وأخدها على الكافيه وبعت لي صورته معه، وأنا ما أتحملت ابنه، رحت مثل المجنونة أخدتها لأويا. والموبايل؟ ما بعرف، أعتقد إنه أخده وقتها. لما اتصلت بأويا هو رد، فعرفت هالعنوان وإجيت. حاول يعتدي علي. كيف؟ تخيلي، حاول يغتصبني، ما قدرت اسمح له يعملها كمان. كيف يعني كمان؟ زينب شو عم تقولي؟ الحقير عامله بيوم عرسكم. طيب وانت شلون ما بتخبريني بهالشي؟ مو كنت رفيقتك ومثل اختك؟ شلون ما بتخبريني؟ هلا جاي تحاسبيني مو هيك؟ اتصلت بعد العرس بس ما رديتي على تليفوني. انا يومي لك حياتي تدمرت بسبب حبيبك جيهان وعائلته. زينب يلي كنت معتبرتها أختي ماتت بهداك اليوم، ومن وقتها مسحت كل شي بذاكرتي، أسست حياة جديدة مرة تانية، وقعت بالحب، تزوجت وكنت مبسوطة كتير، والله كنت مبسوطة، كنت مبسوطة لحتى فاتوا هالكلاب على حياتي ودمروها. يا ربي هلا كرم رح يعرف كل شي. انتهيت، اتدمرت، خلصت حكايتي وأنا انتهيت معه. اطمني ما حدا رح يعرف بهالقصة، ماشي؟ بعد فترة رح تبلشي حياة جديدة ورح تكوني مبسوطة بحياتك مرة تانية، تمام؟